بونجورنو، انا ليوناردو دافنشي. انزين انزين شنو انزين؟ انا هني جاي ارسم لكم لوحه هني. رسام جديد، اوكي. انزين، الدوام بيكون من الساعه 7 الصبح ل 8 في الليل، وعندك 3 وجبات في اليوم، والحمام راح يكون في الباب الخلفي. بس؟ اكيد بس. لا يعني ما في استقبال؟ وليش استقبال؟ شنو ليش استقبال؟ تكسبون فنان عظيم مثلي. اي فنان يا حبيبي، اي فنان؟ انت اول شيء سمعتك سيئه، ثاني شيء الكل قاعد يطنز عليك من الفنانين، ثالث شيء انت اساسا من علاقه غير شرعيه. خلاص زين، خلاص خلاص فضحتنا، ايش فيك؟ زين سؤال، ما تعرف كم راح اخذ في اللوحه؟ وانا ايش دراني كم تاخذ؟ بس بس يا ريتني ما سالتك. شنو ذي؟ راح تبي واحد غيرك. مسيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج السرداب. من شخصية القرن العشرين كان زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، اللي كان بالأساس رسام وكان محب للفنون، خصوصا الفن المعماري. وقع على قرار بمصادرة جميع التحف في أوروبا، سواء في فرنسا أو إيطاليا أو حتى بلجيكا، علشان يضمهم في مشروع سري كان يشتغل عليه، وهو أكبر متحف في قارة أوروبا تحت الإدارة النازية. ومع سقوط الحليف الأول لألمانيا النازية اللي هو موسوليني في إيطاليا عام 1943، صار انسحاب تدريجي للنازيين من إيطاليا، وخذوا معاهم جميع التحف، وخصوصا التحف الموجودة في فلورنسا، باستثناء لوحة جدارية ضخمة كان من الصعب سرقتها. وبعدها ابتدوا الحلفاء بسلسلة من القارات الجوية على إيطاليا لإجبارها على الاستسلام، وبنفس الوقت أهالي ميلان بكميات ضخمة من أكياس الرمل وأعمدة الحديد للمحافظة على نفس اللوحة الجدارية اللي كان يتمناها هتلر. وبعد سقوط قنبلة على بعد 25 متر من اللوحة وسقوط سقف المبنى اللي يضمها اللوحة، إلا أن مع قليل من الحظ نجت اللوحة من تحت أنقاض قصف الحلفاء، واستمرت معانا لوقتنا الحالي. الجدارية الأعظم في تاريخ الفن، لوحة العشاء الأخير. إذن ليش اللوحة مهمة؟ وشنو هو أساساً العشاء الأخير اللي يعتبر مضمون اللوحة نفسها؟ علشان نلقى الجواب لازم نرجع للقرن الرابع عشر تحديداً في إيطاليا. القرن الرابع عشر كان شاهد على بداية عصر النهضة في إيطاليا بقيادة أهم رواد النهضة، واللي هو ليوناردو دي سير بييرو دافنشي. في الكثير من التيارات الفنية، الرسم والنحت والموسيقى والمسرح والأدب والعمارة، ورغم صيد دافنشي أنه كان أحد عباقرة أوروبا ومسقط رأسه تحديدا في فلورنسا، إلا أنه كان محط لسخرية بالنسبة لكثير من الفنانين، وهاي الشيء بسبب أنه كان بطيء ويتأخر في تسليم لوحاته، ولدرجة أنه في بعض اللوحات ينسى أنه يكملها أساسا. والسبب أن دافنشي كان يمشي على مبدأ معروف في الأوساط الاقتصادية باسم الشيء النظيف يحتاج وقت. وفي سنة 1495 وصل تكليف خاص لدافنشي من دوق ميلانو لودفيكو سيفورزا، واللي كان حاط ثقته الكاملة بدافنشي وبأنامله السحرية اللي راح تظهر للعالم أن دوق ميلانو هو الراعي الأول للفنون في إيطاليا، وأن ميلانو راح تكون معقل تيار النهضة بجانب فلورنسا والبندقية وروما. والتكليف كان هو رسم لوحة العشاء الأخير على أحد جدران دير سانتا ماريا ديل غريتسي التابع لرهبنة الدومينيكان. والعادة كانت عند المسيحيين أنهم يرسمون لوحة العشاء الأخير في غرفة طعام الرهبان في الكنيسة، وفي الجهة المقابلة لوحة العشاء الأخير يرسمون لوحة صلب المسيح. في وقت وصول دافنشي كانت لوحة صلب المسيح مرسومة بريشة الفنان جيوفاني ميليني، وباقي رسمة العشاء الأخير عشان يكتمل المشهد. زين ليش لوحة العشاء الأخير لازم يرسمون قدامها لوحة صلب المسيح؟ لأن هاللوحتين مرتبطين في بعض ويصورون مشهد مهم في الديانة المسيحية، وهو أن السيد المسيح كان في نهاية رسالته، وطبقا للعهد الجديد اجتمع مع تلاميذ الحواريين الاثنعش في عشاء سيكون الأخير بينهم، عشان يعترف لهم أن في بينهم شخص خائن راح يخون السيد المسيح ويسلمه لليهود اللي وقتها كانوا رافضين كل معجزاته وكل تعاليمه، ويبون يتخلصون منه ويقتلونه بأسرع وقت. وبعد أن كشفت الحقيقة أن يهوذا الإسقراطي هو أحد تلاميذ السيد المسيح وهو الخائن، واتفق مع رؤساء الكهنة بتسليم السيد المسيح مقابل 30 قطعة من الفضة. نروح للمشهد الثاني وهو مشهد الصلب، أن اليهود بعد مساعدة يهوذا قبضوا على السيد المسيح وحاكموه، وبعدها صلب تحت أنظار الجميع.
ومثل ما عرفنا المشهد المهم في الديانة المسيحية ناقص في دير سانتا ماريا غراتسي، ولكن اللي راح يكمله بعد تكليفه هو ليوناردو دافنشي وعبقريته وأنامله السحرية برسم لوحة العشاء الأخير. دافنشي كان يشوف ان هالتكليف او هالعمل راح يكون كرد اعتبار له بعد سخرية الفنانين منه، وان هالعمل لازم يدرسه بحذر شديد ويفهمه او يرسمه ببطء شديد، لانه كان على يقين ان لوحة العشاء الاخير راح تكون ايقونة راح تمتد القرون بعد عصر النهضة. فاول خطوة سواها انه اشترى نسخة من الانجيل عشان يفهم قصة العشاء الاخير ويغوص في التفاصيل اكثر، وبعدها راح يزور كذا لوحة للعشاء الأخير مثل لوحة أندري كاستيانغو في دير سانت أبولينا في فلورنسا، ومثل لوحة دومينيكو غارلانديو في كنيسة كل القديسين في فلورنسا بعد. ونلاحظ فيهم أن شخصية يهوذا مرسومة بشكل منعزل عن باقي الحواريين لأنه يعتبر الخائن بينهم. بس لو تكلمنا بشكل منطقي أن ليش الخائن اللي ما حد يدري عنه يخليهم يشكون فيه ويقعد بشكل منعزل أكثر ويثبت التهمة عليه أكثر؟ هاي بالضبط اللي كان يفكر فيه ليوناردو دافنشي. والنقطة الثانية هي الهالات المقدسة المرسومة على شخصيات العشاء الأخير، ونظرية دافنشي أن الهالات ليست ضرورية لأن الشخصيات المرسومة في العشاء الأخير هم بشر نفسنا بما فيهم السيد المسيح. ليوناردو دافنشي مو بأول فنان ولا آخر فنان رسم لوحة العشاء الأخير، ولكن راح يكون أفضل فنان بالتاريخ رسم هالحدث المهم في الديانة المسيحية. وبعد رحلة شاقة ورسم بتركيز عالي وببطء شديد انتهى ليوناردو دافنشي من لوحة العشاء الأخير في سنة 1498. لوحة خذت منه تقريبا 3.5 سنوات، وكانت بطول 9 متر وبعرض 4.5 متر، ونتيجة اللوحة كانت تحفة فنية وكأنها مشهد حقيقي من حياة السيد المسيح نفسه. ولو بتشوف اللوحة أول شيء بتلاحظه هو المنظور الهندسي اللي وقتها كان من اكتشاف المهندس فيليبو برونوسكي، وأول استعمال لهالتقنية في الفن كانت في لوحة الصلب للفنان مازاتشيو. ودافنشي لما استعمل هالتقنية في لوحة العشاء الأخير وكأنه عطى عمق للصورة وخلاها ثلاثية الأبعاد، وخلى السيد المسيح هو نقطة العمق داخل الصورة. وبعدها بتشوف حركة أجسام الشخصيات والانفعالات البشرية الخاصة فيهم وكأنها مشهد ثابت من فيلم. والسبب أن دافنشي قرر أنه يرسم اللوحة في أقوى تايمينج وأقوى دخول، وهو لحظة إعلان السيد المسيح للخيانة، واللي يعتبر أقوى مشهد دراماتيكي صار في ليلة العشاء الأخير. وهالعبقرية والدقة عند دافنشي في وقت رسم اللوحة خلاها نسخة متطورة أكثر من النسخ السابقة. بنروح شخصيات اللوحة، وأول شيء بتلاحظه هو السيد المسيح وهو متمركز في وسط اللوحة، وببساطة لأن ليوناردو دافنشي بفهم المشاهد أن السيد المسيح هو بطل القصة والشخصية الأكثر تأثيراً. ولو بتلاحظ أن دافنشي رسم ألوان رداء السيد المسيح باللون الأحمر اللي هو يرمز للفداء والدم، وباللون الأزرق اللي يرمز للسماء، وكأنه بفهم المشاهد أن السيد المسيح هو همزة الوصل بين السماء والأرض. وبعدها رسم أقدام السيد المسيح بشكلها بعد الصلب، اليسار متأخر عن اليمين، ورسم ملامح السيد المسيح بشكل ثابت وهادئ لأنه كان على علم من هو الخائن، ورسم يده ممدودة على طبق ممدود عليها يد شخص آخر وهو الشخصية الثانية في اللوحة، وهو الخائن يهوذا الأسخيروطي كإشارة على علامة الخائن، ودليلها موجود في إنجيل متى الفقرة 23-26، وقال لي من يغمس يده معي في الصحفة هو من يسلمني. وهالشيء معناه أن دافنشي كان دارس الحدث بشكل ممتاز من الإنجيل، وعلى أساس الفقرات يرسم تفاصيل معينة داخل اللوحة. ولاحظ أن في يد يهوذا اليمين صرة من النقود وهو ثمن تسليم السيد المسيح لليهود. وبعدها بتشوف نقطة الاختلاف الجوهرية اللي سواها دافنشي في اللوحة، وهي فكرة عزل يهوذا الأسخروطي الخائن بطريقة مختلفة عن اللوحات السابقة، فبدل يخليه قاعد بشكل معزول وبعيد عن الحواريين خلاه قاعد معاهم ولكن في الظل بدون إضاءة. فلو نلاحظ أن كل الشخصيات عليهم نوع من أنواع الإضاءة بشكل واضح إلا يهوذا في الظلام. ويقال أنه علشان يرسم شكل وملامح يهوذا الخائن استعان بشخصية سجين محكوم عليه في سجون ميلان علشان يجسد عليه شخصية يهوذا الأسخيروطي. وبعدها بتشوف يوحنا واللي يوصف نفسه في الإنجيل المنسوب له أنه أقرب التلاميذ للسيد المسيح، مرسوم ملامح هادئة وبشكل ثابت وكأنه على علم أن يهوذا هو الخائن بسبب رؤيته للدليل اللي هو الطبق. وبجانب يوحنا بنشوف بطرس اللي يبين عليه ملامح الغضب ومعاه سكين، والقصة تقول أن أثناء القبض على السيد المسيح بطرس بيحاول أن يدافع عن السيد المسيح باستخدام السكين وبيقطع
إذن رئيس خادم الكهنة، ولكن السيد المسيح بيرفض هالعمل وبيرجع إذن خادم رئيس الكهنة بمعجزة. وبعدها نشوف أندرواس أخو القديس بطرس وكأنه يقول أنا لست الخائن، وبجانب أندرواس بنشوف يعقوب الصغير وبيرثلموس وكأنه شكلهم متفاجئ من سماع الخبر. وبعدها ننتقل للزاوية الثانية وبنشوف متى اللي ينسب له إنجيل متى ومعاه تداوس وهم يحاولون أن يلقون أي إجابة على كلام السيد المسيح من سمعان القانوي. وبعدها عندنا القديس فيلبس وكأنه يطلب تفسير، ومعاه يعقوب ابن زبدي اللي هو أخو يوحنا وكأنه شكله مصدوم، ووراه توما اللي رافع إصبع السبابة. وقصة السبابة لتوما تقول أن السيد المسيح بعد ما صلب عشان يتأكدون أنه مات اطعنوه بالحربة على جنب، وبعدها بعد ما مات قام من الموت وقابل تلاميذه، ولكن توما ما كان معاهم. ولما قالوا للحواري اللي صار قال إن لم أبصر أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وهاي اللي موجود في إنجيل يوحنا في الفقرة 20-25، وهاي الفقرة مجسدة في رسمة للفنان كارفاجيو. واللي نفهمه أن دافنشي بدل ما يتبع الطريقة التقليدية الفنية في رسم الأشخاص، بالعكس استوحى وجوه الشخصيات من أشخاص عاديين كان يقابلهم في طرق ميلان. وهاي اللي واضح في ردود الفعل أثناء سماع خبر الخيانة، من حركة الأيادي وملامح الغضب والصدمة وعروق الرقبة مثل يهوذا، كأنه خايف أنه ينكشف، وكأنهم أشخاص حقيقيين، وكأن دافنشي رجع وأحيا مشهد العشاء الأخير على الواقع ولكن في لوحة فنية. وبالمناسبة في تفصيلة خطيرة موجودة داخل لوحة العشاء الأخير وكأنها شفرة من شفرات ليوناردو دافنشي الفنية. في 2007 اكتشف موسيقي إيطالي اسمه جيوفاني ماريا بالا أن أماكن أيادي الحواريين مع السيد المسيح مع قطع الخبز المنثور على الطاولة. إذا تتبعتها من اليمين إلى اليسار راح تلقى شفرة موسيقية مخبأة داخل اللوحة، وإذا حولتها إلى نوتات موسيقية بيطلع معاك موسيقى لترتيلة الموتى مستمرة لمدة 40 ثانية. وهاي حركة خطيرة من دافنشي وكأنه يتنبأ بموت جميع الشخصيات الموجودة داخل اللوحة. ليوناردو دافنشي لما كان تلميذ عند الفنان أندريا فيروكيو استأذن منه أنه يرسم أحد الملائكة في لوحته الجديدة، لوحة تعميد السيد المسيح، ولكن بتقنية جديدة ظهرت لأول مرة في شمال أوروبا وهي الألوان الممزوجة مع الزيت واللي يمكن التعديل عليها بعدين، عكس أكبر فنانين فلورنسا وميلان اللي كانوا للحين يعتمدون على ألوان التمرة الممزوجة مع صفار البيض اللي تجف بسرعة. والنتيجة كانت قنبلة، أن الملاك اللي رسمه ليوناردو دافنشي كان أجمل من الملاك اللي رسمه معلمة أندريا فيروكيو، كأن ليوناردو خلق جمال ملائكي باستخدام ألوان الزيت. وهاي التقنية نفسها اللي استخدمها دافنشي في رسم وجوه لوحة العشاء الأخير واللي كانت أكبر غلطة في حياته. ومثل ما يقال دوام الحال من المحال، اللوحة الأصلية اليوم موجود منها 20% فقط، وهاي بسبب بعض الأسباب اللي أدت لتلف اللوحة على مدى سنين طويلة. وأولهم خطأ دافنشي نفسه وهو أنه خلط ألوان التمبرة مع الزيت اللي خلت الألوان تتقشر من الجدار بعد مرور وقت من الزمن. أوكي التقنية حلوة وما حد استعملها من قبل، ولكن ليست على الجدار. وغير غلطة دافنشي أن اللوحة أساسا رسمت على الجدار التابع لمطعم الرهبان داخل الكنيسة، فالرطوبة والحرارة لعبت لعب في اللوحة وألوانها. وهاي غير أن الرهبان بعد فترة قرروا أنهم يفتحون باب في الجدار لأنهم كانوا يواجهون صعوبة في توصيل الأكل، وبعد فترة الباب اللي انفتح خذ جزء من اللوحة واللي هو أساسا كان أقدام السيد المسيح. ومن تاريخ إنشاء اللوحة إلى سنة 1999 تم إنجاز 7 عمليات ترميم، بعضها كان فاشل وبعضها كان نوعا ما جيد، لدرجة أن 40% اليوم من اللوحة هي إضافات ترميمية للمحافظة على هالعمل العظيم. ولكن الخبر السعيد إن في نسخ أصلية غيرها. أيوة كده يا وديع، أخيرا فهمتني. والقصة تقول أن أثناء غزو الملك الفرنسي لويس الثاني عشر لميلان زار لوحة العشاء الأخير وتأثر فيها، وبدأ بالبحث عن معماريين لنقل اللوحة في إطار خشبي إلى فرنسا، ولكن ما لقى أحد، فكتب رسالة في سنة 1507 إلى رئيس حكومة فلورنسا يطلب منهم دافنشي العمل الفني، والعمل الفني كان عبارة عن رسم نفس اللوحة الأصلية ولكن على قطعة قماش. وبالفعل تم رسم اللوحة وأهداها الملك لويس الثاني عشر، ولكن في سنة 1545 اشتراها أحد رؤساء الكهنة في بلجيكا تحديدا في دير تينجرلو، ومن ذاك اليوم اللوحة موجودة هناك.
وبعد ما صوروا اللوحة بالأشعة السينية تبين في سكتشات مرسومة تحت جميع الشخصيات باستثناء يوحنا والسيد المسيح، بمعنى اللي رسمهم هو دافنشي نفسه، لأن الشخصيتين انطبعوا بشكل مباشر على قطعة القماش، وباقي الشخصيات كانت من عمل طلاب دافنشي. ولو تشوف اللوحة في الحقيقة بتلاحظ اختلاف الجودة بين باقي الحواريين وبين السيد المسيح ويوحنا. وفي نسخة ثانية للوحة العشاء الأخير موجودة في الكلية الملكية للفنون في لندن، واللي رسمها الفنان جان بيترينو أحد طلاب ليوناردو دافنشي واللي ساعده أساساً في اللوحة الأصلية المرسومة في ميلانو. وفي لوحة ثالثة موجودة اليوم في قلعة آيكوي في باريس، واللي اعتقد اللي رسمها هو ماركو دوجينو أحد طلاب ليوناردو دافنشي، واللي فيها بعض التفاصيل مضافة على اللوحة الأصلية في الهيئة المعمارية الداخلية، مثل الأعمدة الخلفية ومثل تاج الباب اللي صار بشكل مثلث. العشاء الأخير يعتبر من أهم الأحداث في الديانة المسيحية، وفهم ليوناردو دافنشي لأهمية الحدث خلته يطلع بأحسن تجسيد الحدث المسيحي من خلال رسم الشخصيات والتفاصيل الدقيقة والش الشفرات الخفية الموجودة داخل اللوحة اللي أصبحت من أهم لوحات العالم في تاريخ الفن من عصر النهضة وحتى وقتنا الحالي. وفي النهاية عشان تعرف أكثر أعطي لايك وشير وسوي سبسكرايب وتابعني في الحلقات الجاية، وإذا عندك أي شيء اكتب لي تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.